مشاهدينا، وحول مسألة تعليق انتخابات الخارج ينضم أو تنضم إلينا المتحدثة باسم المفوضية السيدة جمانة الغلاي. أهلا بك. أهلا بك سيدة جمانة. هل لديك معلومات عن نسبة العراقيين المصوتين في الخارج؟ هل هناك نسبة لديك لنعرف حقيقة هل تشكل هذه النسبة تأثيرا وكانت بسببها مثلا علقت الانتخابات أو تم تعليق انتخابات الخارج؟ تفضلي. السلام عليكم بداية وشكرا على هذه عليكم الاستضافة. نعم. فيما يخص الناخبين الذين شاركوا في انتخابات 2018 كان عددهم ما يقارب 150 ألف ناخب. نعم. وفيما يخص قرار مفوضية الانتخابات عدم إجراء انتخابات العراقيين في الخارج، طبعا جاء هذا بعد توجيه كتاب رئيس مجلس الوزراء حول تتولى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات كامل المسؤولية بشأن أخذ القرار الملائم لحسم موضوع إجراء انتخابات الخارج أو عدم إجراءها. عليه مفوضية الانتخابات عقدت عدة اجتماعات مع الجهات الفنية في المفوضية والمالية والقانونية، وتم قرار تم صدر هذا القرار، قرار عدم إجراء انتخابات العراقيين في الخارج. سيدة جمانة، الأسباب الحقيقية التي دعت المفوضية إلى تعليق انتخابات الخارج، هل هناك أسباب حقيقية بحد ذاتها أم هناك أسباب فنية تتعلق بالتحديث البيومتري أو مشاكل؟ نعم. بداية هي الجانب الصحي وتأثير جائحة كورونا على دول العالم كافة. نعم. مفوضية الانتخابات صادقت على 21 دولة تجري فيها الانتخابات بحسب وجود الجالية العراقية وبحسب الدراسات السابقة. وخاطبت من خلال وزارة الخارجية مفاتحة الدول لإجراء الانتخابات لفتح طيب. مركز تسجيل في هذه الدول، ولم تردنا أي إجابة من أي دولة بالموافقة، يعني لم تردنا أي إجابة بهذا الخصوص. غير هذا الموضوع أنه إحنا فاتحنا وزارة الخارجية بإمكانية تخصيص مكان أو يعني مركز تسجيل يكون صغير أو تخصيص مكان لموظفي المفوضية لإجراء عملية تسجيل بيومتري للناخبين، أو أن تسمي اثنين من موظفيها هم اللي يجروا عملية التسجيل البيومتري. ووزارة الخارجية اعتذرت بسبب صغر وضيق مساحة السفارات والقنصليات في الخارج في ظل الظروف طيب. الصحية وتأثيرها يعني. يعني سيدة جمانة، فقط هذا السبب لم يوجد أو لم توجد أسباب تخص التزوير مثلا؟ نعم. الصحية هذه بعدين. نعم. أسباب فنية. مفوضية الانتخابات شكلت لجنة انتخابات الخارجية في 22/12/2020 وانطلقت بعملها منذ ذلك الحين، فعدت الإجراءات الخاصة بالتسجيل البيومتري، حددت الدول، خصصت ميزانية خاصة لإدارة انتخابات الخارج، وضعت جدول زمني، نسقت مع وزارة الداخلية، مع وزارة الهجرة والمهجرين، مع التربية، مع لجنة الصحة. سيدة جمانة، لنكون صريحين جدا، تفضل. انطلاقها هذا كانت تنتظر إجابة الدول من خلال وزارة الخارجية، في لأنه 160 يوم لإجراء عملية التسجيل البيومتري تحتاج 160 يوم. نعم. لم يتبقى سوى 40 يوم، ولم تردنا أي إجابة من أي دولة بفتح مراكز التسجيل. نعم. طيب سيدة جمانة، بالإضافة إلى هذا السبب، نعم، ما مدى مصداقية بعض الدول التي يتواجد فيها العراقيين، ما مدى مصداقية إجراء الانتخابات؟ هل هناك فعلا تزوير في بعض الدول التي لربما لديها مصالح مع العراق، أو هناك دول لديها تدخلات في الشأن العراقي؟ نعم. أستاذي، يعني هذا موضوع سياسي صراحة، احنا يعني ما عندي علم بهذا الموضوع، لأن نتحدث بجانب انتخابي فني، يعني ما أعرف يعني هذه الرؤية كيف تكون، أكيد يحتاج إلى محلل سياسي في هذا الموضوع. نعم. هذه الرؤية سيدة جمانة، هذه الرؤية اليوم الموجودة في المشهد السياسي، هذا ما يقولون. نعم، هذا ما يقال في المشهد السياسي اليوم، الذين يقولون بعض السياسيين أكيد وبعض الإعلاميين يقول أن هناك شك في مصداقية النتائج الانتخابات في الخارج، لذلك تم الطعن أو تم إصدار تعليق انتخابات الخارج. لا أستاذ، بحسب قانون الانتخابات أنه يصوت عراقيو الخارج صالح دوائرهم باستخدام البطاقة البيومترية حصرا. البطاقة البيومترية جدا رصينة ولا تقبل الشك ولا التزوير، لأن هذه البطاقة البيومترية تأخذها من خلال بصمة الأصابع العشرة، من خلال صورة الوجه، من خلال البيانات الأصلية. بعد ذلك أنه تكون باستخدام أجهزة التحقق الإلكتروني لا تقبل
التزوير، البصمة 100% ولا تقبل التزوير. أجهزة تسريع النتائج التي تستخدمها المفوضية في عملية الاقتراع هي طبعا عالية المتانة وأمينة، وفيها يعني تشفير عالي، وفيها إمكانية جدا عالية. يعني هذا الموضوع يعني هو سابقا كان ورقي، لكن بالبطاقة البيومترية وبأجهزة التحقق وبأجهزة تسريع النتائج لا يمكن تزوير الانتخابات إطلاقا. سيدة جمانة، سؤال أخير حتى ننهي هذا الاتصال، مشكورة. هل فعلا القرار قابل للطعن؟ وفي حال تم الطعن بالقرار، هل هناك فترة زمنية لإجراء التحديث البايومتري للمصوتين في خارج العراق؟ نعم، قرار مجلس المفوضين قرار قابل للطعن أمام الهيئة القضائية للانتخابات خلال 3 أيام من تاريخ نشره. نعم، وتم نشره باللغة العربية والكردية والإنجليزية، ويبقى القرار للهيئة القضائية للانتخابات سلبا أو إيجابا، وتمتثل الجميع لقرار الهيئة القضائية للانتخابات. وحينها سيكون ننتظر جواب الهيئة القضائية، وحينها سيكون أكيد مجلس المفوضين الرأي. سيدة جمانة الغلاي المتحدثة باسم المفوضية، شكرا جزيلا لك.